لكن قبل السياسة، البداية من جبال لبنان في أول عطلة نهاية أسبوع بعد مرور أولغا. كاميرا الام تي في كانت هناك وعادت بهذا التقرير. فعلت فعلها العاصفة أولغا وكللت جبال لبنان بالأبيض ليفسح الطقس المشمس في عطلة الأسبوع أمام اللبنانيين فرصة التوجه لممارسة هواية التزلج واللهو بالثلج. طريقنا إلى منطقة المزار كفردبيان كان طويلا نظرا لتكون الجليد صباحا على الطريق المؤدية إلى حلبات التزلج، مما أعاق وصول البعض ودفع بالبعض الآخر إلى وضع السلاسل المعدنية، فيما كانت الطريق سالكة أمام السيارات الرباعية الدفع. تخطينا الجليد لنصل إلى المزار حيث كل الاستعدادات كانت مكتملة لاستقبال المتزلجين بعد يومين من العمل الشاق. ومع تقدم الوقت غصت حلبات التزلج بالرواد، منهم من كان يبيت ليلته في شاليهات المنطقة وآخرون قدموا من مختلف المناطق اللبنانية. بستيت هون بتبلش من حوالي مترين ونص على البيبي على المزار عندك بالثلاث متورة ونص لأربع متورة. مبين إذا مبلش من هلأ هيك أكيد الموسم كتير حرزين. جينا من بارح بالليل جليد كتير وبلشنا الساعة 8. بدي كل اللبناني يجي من برا بهالتأس، لأنه هذا طقس عجيب ما بتلاقوه بكل العالم. في عجقة كتير، نحن قلنا يومين و very nice beautiful، بس علقنا بالطريق شوي. من وين جاي؟ جاي من أمريكا من فلوريدا. Beautiful out here, like you know, we're having fun. I came to see the guys. كأنك مش بلبنان هون، غير بيروت كليا يعني. حركات بهلوانية هنا، حلقات الدبكة والرقص هناك، والنرجيلة لم تغب عن المشهد الأبيض. أما هواة الأتيفي والسكيدو فلهم حضور لافت أيضا. شكرا أولغا على التلجات الحلوين. بعتقد أنه في سقعة كفاية تيكفي الموسم لنص أبريل إن شاء الله. هذا المشهد يظهر بوضوح قوة العاصفة التي مرت من هنا في وقت يستمر العمل لفتح المزيد من الطرقات الفرعية التي لا تزال مقفلة. السنة وسعنا طريق الوردة كانت 8 امتار عملناها 16 متر لنقدر نخفف العجقة اللي كانت تصير على هالطريق. بتأمل انه ويكند الجاي رح يكون احسن من الويكند بما يختص بالعجقة وبالطريق بالطرقات وبالبيستات. الرحلة الثلجية انتهت لتبدأ بعدها معاناة العودة بسبب زحمة السير. أثمرت العاصفة أولغا افتتاحا قويا لموسم التزلج في لبنان. هذا الموسم من المتوقع أن يكون واعدا وطويلا إذا لم ترتفع بشكل كبير درجات الحرارة، لا سيما وأن سماكة الثلوج وصلت إلى حوالي 3 أمتار. من محطة وردة في المزار كفردبيان، خليل عقيقي، نخلع ضيمة، MTV.